أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري. وخلال حفل ختام أعمال النسخة الرابعة من مسابقة برنامج قادة الأنشطة الطلابية، أشار عبد الغفار إلى أن برنامج قادة الأنشطة الطلابية الذي تنظمه مؤسسة شباب القادة هو جزء من رؤية بناء الإنسان المصري، والتي تتجلى في مبادرة الرئيس السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان. وأضاف أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تقدم برامج لرفع مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال خدمة توظيف الشباب، التي توفر فرصا تدريبية وعملية تسهم في دمج الشباب في سوق العمل بشكل فعال.